السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ الحمد لله. ان شاء الله سنة سعيدة عليكم بإذن الله. سنة جديدة سعيدة فيها تفوق ونجاح. مادة الدراسات الاجتماعية السنة دي في تالتة اعدادي ما شاء الله الله اكبر، يعني طويلة جدا، موضوعاتها كتيرة جدا، فيها اسئلة وفيها معلومات وفيها مفاهيم وحاجات كتير جدا لازم تكون انت عندك خلفية وملم بيها حتى قبل ما تبدأ. اتفقنا ولا اتفقناش؟ المنهج طويل، معلش ان شاء الله مع بعض هنا السنة دي وعلى المنصة بتاعتنا بتاعت المدرسة او حتى على قناة اليوتيوب المفتوحة ممكن تراجع الدروس اللي انت بتاخدها هنا من المدرسة بمنتهى البساطة. اتفقنا؟ وعشان انت تهمنا جامد جدا احنا جبناك وعملنا معاك الحصة دي قبل بداية الدراسة، بنعمل لك ريفيجن على اللي فات، وفي نفس الوقت احنا بنفتح لك المنهج الجديد. اتفقنا ولا اتفقناش؟ اهم حاجة في منهج الجغرافيا السنة دي هي خريطة العالم، لان دي اللي انت هتشتغل عليها طول الفترة اللي جاية، يعني هتاخد عليها الموقع وبعد كده هتاخد مين تضاريس وبعدين ده المناخ وبعدين تخش عليها توزيع السكان. حتى الترم الثاني واحنا بناخد الجغرافيا الاقتصادية برضو هنشتغل على خريطة العالم. فاللي معاه الخريطة ومتأسس فيها انسى خلاص، هو اتأسس فين؟ في جغرافية السنة دي. اتفقنا ولا اتفقناش؟ مستر عمر هنبدأ بخريطة العالم، وقبل ما نتكلم هنقول العالم عبارة عن ايه. بص يا ولاد، لو جينا مسكنا الكرة الارضية كده هنلاقي ان مين 29.3% من مساحتها عبارة عن يابس، وكلمة يابس في اللغة العربية يعني ناشف، ارض ناشفة، ارض ناشفة، يابس. معانا مش معايا؟ طيب الكام بقى؟ 70.7% ده عبارة عن الماء، ده المية، صح كده ولا غلط؟ الجزء اللي متشاف من الكرة الأرضية يا ولاد اللي مغطتوش المية هو جزء مرتفع من سطح الأرض لم يغمره الماء، وده موجود على شكل 7 قارات. كم قارة حبايبي؟ 7. يبقى 7 قارات في العالم. طب الجزء المنخفض من سطح الأرض اللي غمرته المية عبارة عن محيطات وبحار. محيطات وإيه؟ واحد هيقول لي طب ما في انهار وبحيرات، اقول له دي مساحتها لا تذكر يا ولاد، يعني مش عامله ايه مساحه كبيره. لا ده كمان البحيرات والانهار بتوجد جوه اليابس، جوه الايه، انما انا بتكلم على الميه اللي بتحيط باليابس من كل ناحيه، يبقى عباره عن محيطات وايه وبحار. صعب الكلام؟ يبقى احنا قسمنا الارض الى يابس وماء او قارات وبحار ومحيطات، صح كده ولا غلط؟ اول حاجة هنتعلمها النهاردة ان احنا نرسم خريطة العالم بتاعتنا دي. قشطة معايا؟ ها هنخش في الموضوع. خلي بالك هتجاوب الناس كلها هتسقف لك وهتشجعك، وانا كمان هشجعك. اتفقنا؟ هتشترك معانا هيكون ليك جوائز كمان في اخر الحصة. اتفقنا ولا اتفقناش؟ يلا بينا يا اولاد نبدأ بقارات العالم ونشوف هنرسم الخريطة ازاي. دايما 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 انا ببتدي من قارة افريقيا، الحته بتاعتنا احنا مصر هنا معايا. تعال نقسمها لحروف. اول حرف عندنا في قارة افريقيا كده حرف ايه ده يا اولاد؟ اللام، صح؟ مش ده لام؟ لام ولا لا؟ قول والله العظيم اقول الحق، ده حرف ايه؟ لام. ماشي، لام. طيب ده حرف ايه؟ ب، صح؟ حلو جدا. طب بص كده ده حرف ايه؟ ت، صح؟ طب وده حرف ايه؟ ر، صح؟ لام ب ت ر، ها؟ لام ب ت ر، وحش. لام ب ت ر. نفتح قوس، هنفتح ايه؟ مش سامع. يبقى نقول مع بعض لام ب ت ر، نفتح قوس. صعبه دي؟ حلو جدا. بعد ما عملنا القوس ده يا اولاد هنعمل 7 بس كبيره. هنعمل ايه؟ 7 بس كبيره. نعمل 7 بس كبيره. نعمل 7 بس كبيرة. لام ب ت ر، نفتح قوس نعمل 7 بس كبيرة. لام ب ت ر، نفتح قوس نعمل 7 بس كبيرة. نعمل 7 بس كبيرة وراها 8. وراها 8. وراها ايه؟ 8. طب من الاول، ها؟ لام ب ت ر، نفتح قوس نعمل 7 بس كبيرة وراها 8. وراها 8. وراها 8 البحر الاحمر. وراها 8 البحر الاحمر. خلصنا قاره افريقيا ولاد شبه عنقود العنب، صح ولا انا غلطان؟ كان بيقول كده احمد شوقي، افريقيا جزء من الوجود في شكلها اشبه بالعنقود، عنقود العنب. صعب الكلام؟ يلا نقولها بقى واحده واحده من الاول.
مع بعض، واحد اتنين تلاتة، ها، لام ب ر نفتح قوس نعمل سبعة بس كبيرة وراها تمانية البحر الأحمر، وراها تمانية البحر الأحمر. مستر عمر رسلان قارة أفريقيا اللي احنا رسمناها دلوقتي يا ولاد اهو، كتبنا عليها كلمة أفريقيا، هنلاقيها إن هي شبه الجزيرة، شبه الإيه؟ جزيرة. واحد يقول لي يا مستر عمر ليه ما المية اهي في كل حتة؟ مية 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 مية. قال لي لا، في حتة هنا ما فيهاش مية يا ولاد، اللي هي شبه جزيرة إيه؟ سيناء. الحتة دي شبه جزيرة سيناء أساسا جوه مين؟ آسيا. لو أنت عديتها، عديت مين؟ قناة السويس. بس كده، نقف هنا يا ولاد، أفريقيا بقت جزيرة، بعد حفر قناة الإيه؟ بعد حفر قناة السويس بقت أفريقيا إيه؟ جزيرة. قول والله العظيم أقول الحق. أفريقيا جزيرة ولا لأ؟ جزيرة. ليه؟ بعد حفر إيه؟ قناة السويس. آه يعني شبه جزيرة لما كانت مين؟ قناة السويس مش موجودة، صح كده ولا غلط؟ قناة السويس بقت موجودة، بقت أفريقيا إيه يا ولاد؟ جزيرة يحيط بها الماء من كل إيه؟ ناحية، صح كده ولا غلط؟ هنبدأ بقارة مين بقى؟ آسيا. لما نيجي ندرس بقى الموقع والكلام ده هناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، احنا بناخد الايه؟ الخريطه بس. تمام؟ يلا بينا نشوف هنقول ايه. قاره اسيا شبه جزيره، قاره اسيا شبه جزيره، يبقى المايه بتحيط بيها من كام جهه؟ ثلاثة. صح كده ولا غلط؟ قاره اسيا دي شبه جزيره، قاره اسيا شبه جزيره. اول واحده فيهم يا اولاد خدناها السنه اللي فاتت اسمها شبه الجزيره العربيه، ادي ميه 2 3 يبقى شبه جزيره، صح؟ اسمها ايه دي بقى؟ شبه الجزيرة العربية. مش سامع اسمها ايه؟ شبه الجزيرة العربية. تاني مرة، ها، شبه الجزيرة العربية. قارة اسيا دي شبه جزيرة، قارة اسيا دي شبه جزيرة. نبدأ فيها بالعربية، نبدأ فيها بالعربية. يبقى أول شبه جزيرة جوه اسيا اسمها ايه؟ شبه الجزيرة العربية. برافو عليكم. طب بص كده بقى، اتقل تلت وتعالى ناخد بضاعة نضيفة. يا عم عمر، هو في أشباه جزر تاني؟ اه والله العظيم. تاني شبه جزيرة ولاد هقول لك انا، بنجيب منها التوابل والفراخ التندوري، ها، الهند. برافو عليك، اسمها شبه جزيرة الهند. مية اتنين تلاتة يبقى ايه؟ ها، شبه ايه؟ يبقى تاني شبه جزيرة في اسيا نرسمها شبه جزيرة الهند، شبه جزيرة الايه؟ برافو عليك، شبه جزيرة الايه؟ اساتذة كبار. بعد كده بقى مستر عمر واحنا ماشيين كده طولنا شوية، فلقينا نفسنا بنرسم صباع موز. ده معلم مش معايا، شايف يالا صباع موز اهو. قال لي ايه ده مستر عمر؟ ايه ده؟ ايه ده يا عم؟ برافو عليك، صباع موز. لا مش صباع موز، ده طلع اولاد شبه جزيره بنفرشها على السرير. خلي بالك تفرش ايه على السرير قبل ما تنام؟ ملايه، صح؟ اهي دي بقى الملايو. اسمها ايه يا اولاد؟ الملايو. يبقى تالت شبه جزيره عندنا اسمها شبه جزيره الايه؟ ملايو. طب قول معايا كده، قاره اسيا دي شبه جزيره، قاره اسيا دي شبه جزيره. نبدا فيها بالعربيه ثم الهند والملايو. قول والله العظيم اقول الحق. كم جزء شبه جزيره كده خدناهم في اسيا؟ ثلاثة. ايه رايك نضيف واحده كمان؟ نضيف. قال لي واحده اولاد عندها انتفاخ للاسف الشديد، خدت بالك انت؟ متقل شويه في الفطار انت الصبح، صباح الفل. اسمها ايه دي بقى؟ شبه جزيره الهند الصينيه. اسمها ايه يا اولاد؟ شبه جزيره الهند الصينيه. تاني، اسمها شبه جزيره الهند الايه؟ الصينيه. برافو عليك. بعد كده يا اولاد هنختم بشبه جزيره صغيره شويه اسمها شبه جزيره كوريا، ونستنى لما نطلع على قاره اوروبا عشان هنوصل القارتين ببعض. ماشي؟ اوكي؟ من الاول. لام ب ت ر نفتح قوس نعمل سبعة بس كبيرة وراها تمانية البحر الأحمر، قارة آسيا دي شبه جزيرة نبدأ فيها بالعربية ثم الهند والملايو. ثم الهند والملايو. أساتذة كبار، أساتذتنا الأفاضل، وتعالوا نشوف قارة أوروبا. أما أوروبا فشبه جزيرة، أما أوروبا شبه جزيرة، أما أوروبا شبه جزيرة. قول والله العظيم، والله العظيم. إيه كده بقى، كم قارة كده شبه جزيرة؟ ثلاثة. اتنين، آسيا ومين؟ وأوروبا. طب قارة آسيا بدأنا فيها بشبه الجزيرة العرب، أما وإحنا بنرسم أوروبا هنبدأ فيها بالبحر الأسود ذو القلب الأسود. البحر إيه ده يالا؟ الأسود.
أعوذ بالله. في ناس هنا قلوبها إيه؟ بلاك، بعيد عنا. تاني يبقى البحر الإيه؟ ذو القلب الأسود. تاني أما أوروبا فشبه جزيرة. أما أوروبا فشبه جزيرة. نبدأ فيها بالبحر الأسود ذو القلب الأسود. نبدأ فيها بالبحر الأسود ذو القلب الأسود. عندنا بعد كده ولاد هنلاقي مين؟ اليونان. اسمها إيه دي ولاد؟ بوت الجزمة دي تبقى إيطاليا. بص شبه بوت الجزمة، ها؟ بوت الجزمة دي تبقى مش سامع. بوت الجزمة اللي متابع ريال مدريد وبرشلونة يرفع ايده. الدوري بتاعهم اسمه ايه يا اولاد؟ الليجا، صح؟ الليجا، الليجا الاسبانية، ها؟ يبقى اما الليجا في اسبانيا، اما الليجا في اسبانيا. اه رسمنا اسبانيا. ايه رأيك يا عم اوروبا؟ نعيد مع بعض، ها؟ اما اوروبا فشبه جزيرة، نبدأ فيها بالبحر الاسود ذو القلب الاسود، ثم اليو بوت الجزمة دي تبقى اما الليجا في اسبانيا. برافو عليكم. بعد كده يا ولاد في خليج هنا اسمه خليج بسكي، مش علينا في المنهج بس بنقوله كده، بحب رخم، صح؟ في ناس بيقولوا عليه بسكاي، يعني everyone listen to me. نقلب بقى شويه انجليزي بقى عشان احنا مدارس لغات، يلا، صح؟ اقسم بالله انت حافظ اسم انا شخصيا؟ ماشي. المهم يا ولاد ده اسمه خليج بسكي او بسكاي. طلعنا كده بقى شويه لقينا ان دي دوله فرنسا معايا، وقدامها على طول حبيبنا ولاد ابو صلاح بيلعب فين؟ في انجلترا، في ليفربول. برافو عليك. قال انجلترا دي يعني جزء من الجزر البريطا، يبقى الجزر دي ايه؟ البريطا. اه بين فرنسا وبين بريطانيا بحر اسمه بحر المانش. بحر ايه؟ المانش. ان شاء الله نعديه كلنا، ركز معايا. ده بحر الايه؟ المانش. مستر عمر اسلان واحنا ماشيين كده لقينا نفسينا اهو ده بحر بقى كلنا بنحبه اولاد، عارفين ليه؟ على اسم نوع سمك منتشر قوي في مصر. مين بيحب السمك البوري؟ بولتي. برافو عليك، هو ده البحر البولتي، وبيقولوا عليه البلطي. براحتك، عايز تقول بولتي قول بولتي، مفيش مشكله. صعب الكلام. بين بحر البولتي وبحر المانش بحر هنا اولاد اسمه بحر الشمال. بحر ايه؟ الشمال. الشمال اسمه بحر ايه؟ يبقى نقول مع بعض بلط شمال المانش، ها؟ بلط شمال المانش. آخر مرة بلط شمال المانش. أما أوروبا فشبه جزيرة، نبدأ فيها بالبحر الأسود ذو القلب الأسود. أليو بوت الجزمة دي تبقى إيطاليا، أما الليجا في أسبانيا. بلط شمال المانش، ها؟ بلط شمال المانش. آخر مرة بلط شمال المانش. يلا نوصل مين بمين يا أولاد؟ آسيا بمين؟ بأوروبا. هنلاقي ان القارتين متصلين ببعض لا يفصلهم الا جبال اورال، وهي جبال قليلة الارتفاع وتوجد في دولة روسيا. يا اولاد توجد في دولة مين؟ روسيا. صعب الكلام؟ حد فاهم حاجة؟ اللي قدامكم الثلاث قارات دول بيسموهم العالم القديم. العالم الايه؟ قديم. لا مش سامع، اسمهم العالم الايه؟ قديم. اسمه ايه هو؟ قديم. برافو عليك شاطر. يبقى ده العالم الايه؟ ها؟ اسيا، افريقيا، اوروبا. طب مين باقي الجزيره؟ افريقيا. برافو عليك. ليه افريقيا بقت جزيره بعد حفر قناه السويس؟ صعب الكلام. طب مين شبه جزيره؟ ها؟ اسيا واوروبا. طب ليه شبه جزيره؟ لان الماء يحيط بها من ايه؟ بس يا مستر هم فين الميه؟ لا مش هقولهم دلوقتي، ما نيجي ناخد الميه كلها على بعض، اتفقنا مستر؟ احنا كده خلصنا القارات. اه بس في شويه جزر بقى كده تابعه لقاره اسيا وافريقيا هنتكلم عليهم، قشطه. قال لي اول جزيره اولاد عندي هنا جنب جزيره الملايو، مليانه جزر اولاد، يا الاف الجزر جنب بعض. الجزيره دي هي اكبر دوله فيها مسلمين في العالم. اسد، يلا اسد. اسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ فكروني يا اولاد يعني نجيب لي معتز هديه ان شاء الله، اتفقنا؟ اوعى حد يفكرني. ماشي. يبقى دي اسمها ايه يا معلم؟ اندو نيسيا. تاني اسمها ايه؟ اندو نيسيا. اسمها ايه؟ اندو نيسيا. طب وهنا يا اولاد قدام كوريا كده في جزر اسمها جزر اليابان، اسمها ايه؟ طب اندو نيسيا واليابان، اندو نيسيا واليابان. اخر مره اندو نيسيا واليابان، اندو نيسيا واليابان. والفلبين كمان، والفلبين كمان. الفلبين في النص يا اولاد بين الاثنين، يعني مش عارفه تعمل ايه. الفلبين اسمها ايه؟ الفلبين.
صعب الكلام. يبقى عندنا شويه جزر كده في اسيا زي اندونيسيا واليابان والفلبين كمان. والفلبين كمان. طيب عندنا هنا بقى في قاره افريقيا اولاد في جزيره هنا كلنا عارفينها اولاد وبنحب نتفرج على البطاريق بتوعها. بطاريق ايه؟ اسد. يلا بص بص ما شاء الله ما بيذاكروش قاعدين بيتفرجوا على الكرتون. يبقى اسمها مين؟ مدغشقر. اسمها ايه؟ في دولة بقى تانية يا ولاد احنا خدناها دولة عربية عند دايرة عرض 12 درجة جنوبا. جزر الايه؟ تاني جزر الايه؟ طبعا الجزر البريطانية. وفي هنا كمان يا ولاد جزيرة هنا صغيرة اسمها ايسلندا. اسمها ايه؟ ايسلندا. صعب الكلام؟ طيب معلش كده قبل ما ادخل في العالم الجديد هنراجع العالم القديم اخر مرة. يلا بينا من الاول بقى خالص الناس تركز. لام به نفتح نعمل سبعة بس وراء بحر قارة اسيا شبه جزيرة نبدأ فيها بالعربية ثم الهند والملايو ثم الهند ثم الهند الصي اما اوروبا فشبه نبدأ فيها بالبحر الاسود ذو القلب الاسود اليو بوت الجزمة دي تبقى إيطاليا. اما الليجا بلط شمال المنش. تاني ها بلط شمال المنش. اخر مرة بلط شمال المنش. طب الجزر البريطانية موجودة في قارة ايه؟ اوروبا ومعها ايس. شاطرين. طب جزر اسيا زي جزر مين بقى؟ اندونيسيا واليابان والفلبين كمان. طب في افريقيا في جزيرتين خدناهم ها؟ جزر القمر وجزيرة برافو جزيرة ايه؟ شاطرين شاطرين يا شباب معايا؟ طيب تعالى ناخد الجزء الثاني بقى يا اولاد نشوف العالم الايه؟ الجديد. هنبدا باول حاجة يا اولاد دي السمكة. دي الايه؟ السمكة اهو شايفينه؟ دي السمكة دي هنكملها كده يا اولاد مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بعد كده طلعنا بشبه جزيرة اسمها شبه جزيرة كاليفورنيا. اسمها ايه يا اولاد؟ بعد كده رحنا عاملين شبه جزيره تانية واحد اتنين تلاته اسمها الاسكا. اسمها ايه يا اولاد؟ مش سامع اسمها ايه؟ طيب تعالى نعمل الناحيه التانية بقى. اول حاجه يا اولاد اللي قدامك ده عكس شبه الجزيره. اليابس هو اللي بيحيط بيه من ثلاث جهات يبقى اسمه خليج. وده اسمه خليج ايه يا اولاد؟ المكسيك. تاني اسمه خليج ايه؟ المكسيك. صعب الكلام؟ ده خليج الايه؟ المكسيك. بعد كده انا ماشي كده عملت خليج تاني اسمه خليج سانت لورانس. اسمه ايه؟ سانت لورانس. بعد كده بقى وانا ماشي برضو في قاره امريكا الشماليه دي مليانه خلجان يا ولاد اسم الخليج ايه؟ هتسن. خليج ايه يا رجاله؟ خليج هتسن. اسمه خليج ايه يا ولاد؟ مش سامع. اسمه خليج ايه؟ هتسن. يلا معلم بقى والنبي دخل لي دي في دي كده. ادي قاره امريكا الشمال تاني قاره امريكا الايه؟ الشماليه مليانه خلجان. امريكا شماليه مليانه امريكا شماليه مليانه خليج سانت برافو عليك خليج مين؟ هيتسن. صعب الكلام؟ مستر عمر تعالى بقى نشوف واحنا رايحين بقى نازلين من امريكا الشماليه قابلنا قطعه ايس كريم كيمو كونو بس الواد معتز واكل منها حته. يا معتز اتقي الله يا معتز ليه كده حبيبي؟ بص الواد واخد حته قد ايه؟ ايه ده؟ تاكلش يالا؟ ماشي طب ركز معايا اهو بانت بقى بانت العامله الشنيعه اللي هو ايه؟ عملها صح كده ولا غلط؟ دي قاره امريكا الجنوب؟ صعب الكلام يا اولاد شبه الايس كريم كيمو ايه؟ كونو. يبقى امريكا شمال امريكا جنوب الجنوبي. صعب الكلام؟ مستر عمر كده احنا خدنا قارتين فاضل لنا قارتين. قاره اولاد موجوده حوالين القطب الجنوبي وبيحيط بها الماء من جميع الجهات جزيره اسمها القاره القطبيه الجنوبيه او انتاركتيكا. اسمها ايه؟ صعب الكلام؟ القاره الثالثه تم اكتشافها على يد الملاح جيمس كوك الملاح الانجليزي واسمها ايه يا اولاد؟ استراليا. اسمها ايه يا رجاله؟ استراليا. عيب المنظر اللي انتم شايفينه ده. يبقى دي قاره مين يا شباب؟ استراليا. تاني اسمها قاره ايه؟ حد مش فاهم اللي انا بقوله؟ قارة استراليا. قارة مين؟ طيب يبقى زي ما احنا شايفين اهو يا اولاد دي قارة مين؟ استراليا. قارة مين؟ استراليا. قارة استراليا واحنا بنرسمها يا اولاد لقيناها جزيرة وحواليها شوية جزر عشان كده سموها الاوكيانوس. يعني ايه بقى؟ يعني مجموعة من الجزر العظيمة كتير جدا جنب بعض. اوكيانوس. اسمها ايه؟ اوكيانوس.
الاوقيانوس يعني ايه؟ يعني جزر ايه؟ كتير. هي جزيره واحده اسمها استراليا، اسمها ايه؟ حواليها شط ايه؟ جزر، زي مثلا نيوزيلندا الشمال ونيوزيلندا الجنوب، ودي اسمها تسمانيا. اسمها ايه يا اولاد؟ تسمانيا. وفي سولومون، جزر كتير جدا يا اولاد موجوده في قاره استراليا. خلاص اتفقنا؟ يبقى عندي كام قاره في العالم بقى كده؟ 7 قارات، 3 قديم وثلاثه ايه؟ واربعه قصدي ايه؟ جديد. قال لي من دول 6 مأهولين بالسكان، 6 مأهولين بالسكان، والقاره القطبيه الجنوبيه غير مأهوله بالسكان. صعب الكلام؟ صعب اليابس يا شباب؟ فهمنا كده القارات بتاعتنا شكلها ايه وبنترسم ازاي ونعرف نرسمها؟ طيب هل اليابس هو بس اللي موجود على سطح الارض يا اولاد، ولا في الجزء بتاع المياه؟ الماء. الماء عباره عن ايه بقى؟ محيطات ها وبحار. تاني اسمهم ايه؟ اخر مره برافو عليكم. نبدا الاول يا اولاد بالمحيطات. قال نقول مع بعض: عندي 5 محيطات في العالم، عندي 5 محيطات في العالم. لا تاني نقول مع بعض ها، عندي 5 محيطات في العالم. قال لي تعال نشوف كده المحيطات. 1 المحيط الهادج. المحيط مين؟ الهادج. لا مش سامع. المحيط مين؟ الهادج. قال لي ده المحيط ايه بقى؟ الهادج. المحيط مين؟ الهادج. استاذ عمر انت متخلف عقليا مستر، ده فين وفين يا ابني؟ انا مش متخلف. دي كوره ولا مش كوره؟ كوره. بيسموها الكوره الايه؟ الارضيه. طب هل ينفع نعمل سطح كروي على سطح مستوي؟ صعب. فبيعملوا له حاجه اسمها اسقاط يا اولاد، وده مش عندنا احنا، لما نكبر شويه نعرفه. يعني ايه اسقاط؟ يعني بينزلوا النقط دي على سطح مستوي بطريقه معينه. بالبلدي كده زي ما نكون قطعنا الكره منين؟ من الخلف، ورحنا فردينها عشان نعرف ايه نرسمها على سطح مين؟ مستوي. طب عايزين نرجعها كوره تاني، هنضمها؟ طب ما تيجي نضم دول. ايه اللي حصل؟ برافو عليك. يبقى الهادي والهادي مش ايه؟ مش بعيد عن بعض، هو حته واحده يا اولاد، بس احنا كل الحكايه ان احنا فردناه عشان نعرف نرسمه على سطح مستوي. يبقى نقول تاني ها، عندي 5 محيطات في العالم، عندي 5 محيطات في العالم. هادي اطلنطي هندي. تاني هادي اطلنطي هندي. فين الاطلنطي؟ اهو يا اولاد ده الاطلنطي. يبقى ده المحيط مين؟ الاطلنطي. وده المحيط مين؟ الهندي. تاني صعب الكلام من الاول ها، عندي 5 محيطات في العالم، هادي اطلنطي هندي، ها قطب جنوبي وقطب شمالي، قطب جنوبي وقطب شمالي. يبقى المحيط المتجمد الجنوبي والمحيط القطب الشمالي موجودين فوق وتحت. طب اللي يشوف كده يقول لك دول اكبر محيطات. لا طبعا دول اصغرهم يا اولاد. ده 19 ونص تقريبا، ودي حوالي 14 مليون. ليه؟ الكره بتبقى مين؟ كبيره قوي في النص، وكل ما نطلع فوق او ننزل تحت لغايه ما تبقى نقطه. صح كده ولا غلط؟ قال لي يا مستر عمر عشان كده هتلاقي المحيط القطب الشمالي هو اصغر المحيط، وبيطل على 3 قارات: اسيا واوروبا وامريكا الشمال. صعب الكلام. انما مين القاره اللي بيحيط بيها المحيط القطبي الجنوبي من كل ناحيه؟ القاره القطبيه الجنوبيه. صعب الكلام يا رجاله؟ يبقى تعالى نعدهم تاني بقى كده مع بعض ها، هادي اطلنطي هندي، قطب جنوبي قطب شمالي، قطب جنوبي وقطبي شمالي. صعب الكلام يا شباب؟ مستر عمر كده من خط المحيطات. دول اكبر مساحه موجوده على سطح الارض. طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل مع الدرس الاولاني، واحنا بنقول مساحات القارات ومساحات الايه؟ المحيطات اللي موجوده في العالم، واحنا بندرس الموقع الفلكي والجغرافي للقارات. صعب الكلام؟ نمره 2 في الميه البحار. قال ايه؟ البحار. قال انا عندي نوعين في البحار. ده فين؟ في ثالثه اعدادي. كنت يمكن في اولى اعدادي بتاخد 3 انواع من البحار، لكن احنا عندنا ايه؟ هما نوعين، وهو يعني الاصح ان احنا نقول نوعين. قال لي اول نوع بحار مالها يا اولاد؟ خارجيه مفتوحه. بحار ايه؟ خارجيه مفتوحه. قال لي يعني ايه كلمه مفتوحه؟ يعني متصله بالمحيطات بفتحات. اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها المضايق، او متصله بفتحات كبيره كده داخل على المحيط. وخلي بالك مش معنى المحيط متصل بمحيط او بحر متصل بمحيط ان ده الاثنين ميتهم زي بعض، لا ده بيبقوا مختلفين في الكثافه وحتى في لون الميه. لو جيت بصيت كده شفت فيديو على اليوتيوب ان شاء الله بقى اجيبه لك معايا المره الجايه، هتلاقي فيه ايه؟ اختلاف التقاء المحيط الايه؟ الهادي مثلا بالمحيط مين يا اولاد؟ الاطلنطي، او الاطلنطي بالايه؟ بالهندي، وهكذا. فتلاقي البحار دي متصله بالمحيطات فسموها بحار خارجيه مفتوحه. اديني امثله مثلا يا اولاد. اقول له زي البحر المتوسط. بصوا كده يا اولاد اللي بيفصل بين قاره اوروبا
وقاره مين؟ افريقيا. هنلاقيه متصل بالمحيط الاطلنطي عن طريق مضيق جبل ايه؟ طارق. مضيق جبل مين؟ طارق. مش سامع. مضيق جبل طارق. يبقى لو جالي في الامتحان وقال لي بما تفسر؟ بما تفسر البحر المتوسط بحر خارجي مفتوح. لا انا عايز واحد يرفع ايده. اتفضل. برافو. لانه اتصل بجبل طارق ولا لانه اتصل بالمحيط الاطلنطي؟ يتصل بالمحيط الاطلنطي عن طريق مضيق جبل طارق. تاني. يبقى اتصل بالمحيط الاطلنطي عن طريق مضيق جبل طارق. طب يلا انا هقول البحر ده وتقول لي هو بحر خارجي ولا داخلي. اسمه البحر الاحمر. بحر ايه؟ خارجي مفتوح. طب ليه؟ عشان متصل بالمحيط الهندي. برافو. متصل بالمحيط الهندي عن طريق مضيق باب الايه؟ المندب. اهو يا اولاد شايفين الفتحه؟ تمام. عندنا بحار تانية كتير جدا يا اولاد خارجيه مفتوحه زي البحر الكاريبي. البحر مين يا رجاله؟ وده بيفصل بين الامريكا، امريكا الشماليه وامريكا الجنوب، فاصل بين الاثنين اهو. صعب الكلام مستر؟ عندنا بحر هنا اسمه بحر ارافورا. بحر ارافورا. والبحر ده يا اولاد بيفصل بين استراليا اهي وما بين قاره اسيا او جزر اندو. بحر ارافورا ده بحر خارجي ولا مش خارجي؟ خارجي مفتوح لانه متصل بالمحي. مستر عمر رسلان. نروح على اخر بحر اسمه بحر داخلي. داخلي مغلق. داخلي ايه؟ لو واحد اتصل بيك بالتليفون وانت قافل الموبايل هيحصل ايه؟ هقول له هذا الرقم ربما يكون ايه؟ مغلقا. يعني متصل بشبكه ولا غير متصل؟ يبقى الغير متصل ده مش متصل. مش متصل بايه بقى؟ برافو عليك. قال لي زي بحر القزوين. اسمه بحر ايه يا اولاد؟ وهو اكبر بحر داخلي مغلق وموجود في قاره مين يا اولاد؟ اسيا. صعب الكلام؟ يا بحر قزوين هو اكبر بحر داخلي مغلق وموجود في قاره مين؟ صعب الكلام؟ مين مش فاهم؟ مين اكبر بحر داخلي مغلق؟ قزوين. اسمه ايه؟ ها موجود في قاره ايه؟ لا مش سامع. موجود في قاره ايه؟ شاطرين. صعب الكلام يا رجاله؟ اقول تاني مستر عمر احنا كده خلصنا البحار والمحيطات وخلصنا معظم الجزر اللي موجوده في العالم والقارات. ان شاء الله باذن الله مع بدايه السنه ان شاء الله هناخد حاجه اسمها ايه بقى؟ الموقع الفلكي والجغرافي لقارات العالم، ونبتدي ناخد درس تضاريس مع بعض ان شاء الله السنه دي. طبعا دي كانت خريطه العالم. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوها وحفظتوا التفاصيل بتاعتها. واشوفكم على خير الحصه الجايه ان شاء الله شباب. بالتوفيق. مع السلامه.